شو هو الفليكر؟ رح نعرف عنه أكثر وكيف فينا نستعمله مع مايا بوقتها. صباح الخير مايا. صباح الخير، كيفك اليوم؟ كثير منيحة. تمام، في عنا الويب سايت فليكر بدنا نحكي عنه، رح نعرف كيف فينا نستعمله ومن أي متى موجود وشو أهميته. صار له هو كثير زمان. ايه والجمعة الماضية بلشنا نحكي شوي عن فليكر، كنا عم نحكي عن ياهو وتعرفنا على ماريسا ماير وبلشنا شوي سوا نشوف كيف يشتغل فليكر، بس من جمعة لهلا تغير فليكر كليا. هالشي بيدل عن جد عالم الانترنت قد ايه بيتغير بسرعه وقد ايه الواحد لازم يتابع تضلوا اب تو ديت، ونحن سوا رح نضل اب تو ديت. واليوم دغري يعني طازه رح نشوف فليكر الجديد شو الديزاين، شو الحسنات اللي تغيروا فيه وكل هالقصص. بس مايا هو من انه عم تقولي لي من زمان صار له موجود، هو كثير قديم. إيه؟ يعني صار له بركه 7-8 سنين، ما بعرف بالضبط قد ايه، بس اخر فتره مات شوي الويب سايت. يعني طلع بنترست وطلع انستغرام اللي اصلا نحن شفناهم سوا. اوكي، هن للصور صاروا يستعملون بطريقه اسهل على تليفونهم، بس هلا فليكر راجع بقوه كثير. عملوا اب للتليفون، يعني اذا عندكم ايفون فيكم تنزلوا فليكر وكمان فيكم تستعملوه على اللابتوب. حلو، نحن اليوم رح نشوف على اللابتوب كيف نستعمله. أوكي. فاول خطوه بنفوت على flickr.com، جيبوا اللابتوب وجربوا فوتوا معنا. فليكر بتنكتب FLICKR. شو بيطلع لنا؟ Smile, everyone gets a free terabyte. شو يعني؟ أول شيء من زمان كان فليكر بس فيك تحطي عليه تقريبا 40 أو 50 صورة، وإذا بدك تحطي أكثر كان لازم تدفعي. أوكي. هلا رجعوا وعملوه تقريبا ببلاش. 1 terabyte بتعرفي قد إيه؟ يعني فيك تحطي مليون صورة تقريبا. كثير فتحوها لكل الناس، حي لشخص حابب يحط صور، صار في يحط صور unlimited تقريبا. 1 terabyte يعني مليون ميجا بايت. واو. يعني كثير. فأول شغلة لازم الواحد يعملها هي يكبس على ساين أب. إذا ما عنده فليكر أكاونت، إذا قبل بمرة كان عنده فليكر أكاونت بيكبس فوق على اليمين على ساين إن، يلي هو الشي اللي رح نعمله سوا لأن جمعة الماضية نحن فتحنا فليكر أكاونت. هو موصولين بعدهم هن والياهو؟ موصولين، يعني فليكر الشركة اللي شريتها هي ياهو. أوكي. سو ياهو هي عندها فليكر. مشان هيك بتشوفي هلأ بس كبسنا على ساين إن، فيك تعملي ساين إن على فليكر من خلال ياهو. اوكي، فانا هيدا الشيء اللي رح اعمله. ساين إن على فليكر من خلال ياهو. اوكي، هلا اذا عندك بس فينا نذكر شوي على السريع الياهو. الياهو هو الكومبيتيتور مع جوجل. يعني بالتسعينات اول ما بلش الانترنت ياهو كان القصه كلها قبل ما يصير في جوجل. مزبوط. هو سيرش انجن، يعني ما بعرف اذا بتتذكر كنا نفوت على ياهو، كنا دائما نقول ياهو، وبعدين طلع جوجل وخرب الدنيا. خرب الدنيا، ما بقى في شيء براسك مسيف غير جوجل. هي هي. ومن كم شهر ياهو اخذوا من اهم موظفين جوجل وحطوها مديره عندهم بامل انه يرجعوا يعملوا نهضه لهالشركه. اوكي، اسمها ماريسا مير وشفنا ريبورتاج عنها. واذا بتحبوا تحضروها فيكم تشوفوا الحلقه على يوتيوب، نحن عم نطلع كل الحلقات على www.futuretvnetwork.com. فاذا عم نعمل ساين ان، فيكم تستعملوا فيسبوك او جوجل اذا عندكم اكاونت، وفيكم تستعملوا ياهو. هلا انا عم بستعمل ياهو لانه عندي ياهو. هلا عم بيقول لي كتبت بركي غلط، حطيت الباسورد غلط، مش مشكل. اوكي، اذا احنا عم نفوت على الياهو لحتى نقدر نفوت على فليكر 100%. اوكي، فاذا مثل ما شفنا عم نفوت على ياهو، منحط ساين ان. هلا الكونكشن شوي بطيئه عم تعذبنا، مش مشكل. اذا ما عندكم ياهو بتكبسوا هون ساين ان وذ فيسبوك، بياخذكم على صفحه ثانيه وفيكم تعملوا لوجن. هلا الكونكشن شوي بطيئه عم بخربط، هات نرجع نبلش من الاول. نرجع بنفوت على flickr.com. اوكي، نرجع بنكبس فوق على اليمين على ساين ان لانه فتحنا اوريدي، لانه عنا اوريدي. اذا ما كان عنا كنا كبسنا على ساين اب. وحاطين هون شو القصص الجديدة اللي تغيرت، انه صار اكبر، صار فينا نحط صور اكثر. هيدا قلتي لي بالجمعة هلا من كم ساعة؟ من كم ساعة؟ اليوم صبح يعني انت كنت محضرة الحلقة بطريقة بجرافيكس شيء معينين، هلا صرنا بغير جرافيكس. هلا صرنا بغير جرافيكس يلي هن جرافيكس احلى ومطورين ومحسنين كثير. هلا غيرون، نرجع بنحط الباسورد. نرجع بنحط الباسورد وبنعمل ساين ان تنشوف هلا حسب سرعة الكونكشن. فاذا صار تحسن فليكر انه صار اكبر، صار يسع صور اكثر، صار اسرع، وصار موجود وين ما كان، يعني على التليفون او على اللابتوب. ونحن هلا فتحنا الابلكيشن خاصه فيه على التليفون على فليكر، واخيرا قدرنا ندخل. وهيدا هو الديزاين الجديد. هلا رح نشوفه على السريع. اول شيء شو ببين عندي؟ عم يبين عندي صور العالم اللي انا عندي اياهم فريندز.
شفت كيف الصور كبار هيك يعني عم بيعطوا أهمية لجمال الصورة. لا بالفعل كتير قوي، كتير حلو الديزاين، حبيتيه؟ ايه ديزاين كتير جديد وكتير قوي. هلا أنا ما بعرفه اللي قبله، اللي قبل كان أضعف بكتير. ما بعرفه اللي قبله، بس إنه لأنه ما كتير ما كنت عرفت إنه زيت الويب سايت على فوقها. وإذا بنشوف على اليمين شو عنا، عنا إكسبلور عم بيحطوا صور حيلا أشخاص، في عندهم بلوج جديد بيحطوا فيه الأبديتس، وهون في أشخاص معقول نكون بنعرفهم إذا بدنا نعمل لهم آد فريند. يعني هذا كمان بيشتغل مثل سيستم انستغرام، بيشبه انستغرام كثير، بس هو كان موجود قبل انستغرام بكثير. آه. انستغرام جددوا الفكره، وهلا فليكر عم بيجربوا يرجعوا يلحقوا حالهم وظابطه معهم. إيه؟ لانه الديزاين الجديد كثير حلو. أوكي. فاذا بدنا نشوف على السريع كيف يشتغل، عندنا هون يو. شو يعني يو؟ يعني نحن، هيدا البروفايل اللي نحن فتحناه. فوتو ستريم يعني كل الصور اللي نحن حاطينهم. وإذا بتلاحظي أنا آخر صورة حطيتها بال 2009، يعني صار لي 3 سنين ما استعملته. أوكي. بس اليوم رح أرجع أستعمله، لأنه رجع بضله محفز وكل شيء، ضله محفز على كل الصور اللي كانوا أكيد. أوكي جريت. فهيك الديزاين الجديد صار عنده كفر فوتو مثل ما عم نشوف هون، اللي هي كتير دارجة لأنه فيسبوك وتويتر عندهم كفر فوتو. صح. والبروفايل بيكتشر الأساسية، وكل صورة مقسمين لشيء اسمه سيتس. سيت هو جروب، يعني إذا عنا موضوع معين، مثلا رحنا نهار على البحر وأخذنا صور حلوين، بنحط سيت بحر وكل هالصور بيكونوا هون بقلبه. يعني هالشي بيسمح لك تنظم الصور اللي عندك. صحيح. يعني رحنا بيكنيك بنحط الصور تبع البيكنيك بهيدا الخانة مثلا، بيكون كلهم كنا بالشغل ونحطهم بخانة الشغل. أوكي حلو هيك. فهون عنا فوتو ستريم بيكون في كل الصور، سيتس مثل ما هن مقسمين، وفيفورتس اذا في صور نحن حابينهم وحاطينهم بالفيفورتس بيبينوا عنا بالفيفورتس. اوكي. هلا اذا بدنا نحط صوره جديده نكبس على ابلود، هون عنا ابلود. طريقه الابلود كلها جددوها فليكر وصارت كثير هينه، وفي فكره الدراج اند دروب اللي ولا مره نحن حكينا عنها واليوم حابه احكي عنها، اللي هي طريقه كثير سهله تنحط صور جديد. يعني دراج اند دروب يعني بس نحمل شغله ونكبها بمحل، ونحن بالضبط هيك رح نعمل هلا. هن حاطين طريقة جديدة تنعمل أبلود. يعني مثلا عنا هون هلأ عم يفتح الصفحة، بس أكيد لأن بطيء، مكتوب drag and drop photos and videos. أنا محضرة صور عندي على الديسكتوب. أوكي. سو شفتي هون عنا هيدا الويندو، لأنه بدنا نفتحه هون بدك ترى هيدا الويندو. هودي صور أنا جايبتهم من Pinterest. أوكي. بحمل الصورة وبكبها وهو بيكون اخذها. اه خلصت. شفتي شو هينه؟ في اعمل نفس الشيء بكذا صوره، يعني اذا بدي اخذ كذا صوره مع بعضهم بلقطهم كلهم هيك وبكبهم اف وبيطلعوا على الانترنت. حلو. هي هي طريقه دراج اند دروب. كثير سهله. يعني بس بيست يعني او بتشيليها ماشي مثل ما بتحمل شغله وبتزحيها، نفس الشيء يعني عم بيسهلوا على الواحد كثير. حلو. وبس يطلعوا لنا هون بنفوت بنحط تايتل لكل وحده، مثلا هون بدي احط بيبرز، هون عنا ألوان ملونين رح أحط colorful papers، ولكل صورة فينا نحط tags. tags يعني الموضوع، يعني إذا بدك العالم يلاقوا صورتك بس يعملوا search على جوجل، هيدا الموضوع هو اللي رح يساعد. يعني مثلا هون tags عنا ألوان حلوين، منحط colors هيدا tags. أوكي. وهون في شغلة لازم ننتبه لها، فرق بين فيسبوك. بفيسبوك بس تحطي tag يعني عم بتحطي مين هيدا الشخص. مزبوط. بس هون tag يعني الفكرة، مش عن شو بتحكي، موضوع 100% الشيء اللي عم نحكي عنه. واذا بدك تزيد فريندز هون عندك، بس كنت عم تقولي انه بدنا نحط الاسم كرمال اذا بنلاقي على جوجل. ايه يعني تاجز، بس تحط تاجز. انا حطيت كولرز. ايه. هلا بدها كثير وقت، بس بعدين بتوصل لمرحله اذا حدا فتش على كولرز بصير يلاقيها لها الصوره، لانه انت حاطتي لها تاجز مسميتيها. اوف. عرفت كيف؟ يعني عم تعطي هنتس لجوجل انه كيف يلاقي الصوره. شو حلو يلي هو شيء كتير، هيدا الشيء بيسمح للواحد الفرق يعني بين حدا كيف ينشهر على الانترنت او لا، يعرف يستعمل هالقصص الصغيره. صحيح. يلي بتساعد العالم يوصل له ويوصل لشغله. يعني اذا حدا منكم بحب ياخذ صور بس منه بعد بروفيشنال، بياخذ صور وحطهم على فليكر وسميهم مزبوط ورتبهم بطريقه صحيحه، هالشيء كتير بيساعده حتى صوره يوصلوا للعالم اكثر. مزبوط 100%. هون اذا بنحط اد بيبل كمان بصير فينا نزيد عالم، واد تو سيتس اذا عندنا جروب هاي الصورة بدنا نزيد عليه نكبس هون. فإذا هيك صار عنا كل هالصور. أكيد فينا نفوت مثل ما شفنا نغير الاسم. هون عنا كب كيكس مثلا، عم بحط كب كيكس. وعلى كل حال منكمل نسميهم بعدين. وإذا حابين مثلا صورة طلعت بالقلب فينا نعمل لها روتيت.
وبتبرم. شفت كيف برمت؟ مظبوط. هو اللي ماما مفروض موجوده بكل هاي الاوبشن. ما ايه بس فليكر هلا مجددينها ومسهلينها يعني ليك كيف كله محطوط. لا عن جد كثير بسيطه وكثير سهله وكثير مش ما بتاخذ وقت ابدا يعني هيك بتمسكيه وبتحطيه وحطيتي الصوره. وهون بترجعي تتاكدي 7 public images بلحقوا حاله؟ هن لحقوا حالهم. انا شايفتهم ايه عم يشتغلوا كثير مزبوط يعني كل برودويات ياهو عم بيقووا من بعد من وقت ما اجت ماريسا ماير عم بتجدد كل شيء ومش بس هيك عم بيشتروا كمان شركات اشتروا ياهو تمبلر دوت كوم اللي هو ويب سايت كثير اشتروه بمليار دولار لانه كثير ناجح هالويب سايت. يعني شو عم بيعملوا؟ عم بيحسنوا عم بيجيبوا هالناس الصغيره اللي عم تعمل اشياء جديده وحلوه وعم بيشتغلوا على القصص القديمه اللي كانت عم بتقولي جابوا كمان موظفين كبار ومهمين من عند جوجل واخذوهم لعندهم عم بيستعملوا الاكسبيرينس تحت هيدا. انا ما بحب هيدي الخبريه بس انه بدهم يوصلوا ما هيدي الحياه بالاخر يعني انه هيدا الشغل العالم وفي كثير كومبيتيشن بيناتهم يعني جوجل وياهو عم نحكي اكبر شركتين على الانترنت ومن وقت ما اجت ماريسا ماير على ياهو تحسنوا الستوكس يعني زاد القيمه بالسوق تبع ياهو. اوكي فهلا هون الصور عم بيعملوا ابلود عملوا ابلود وراحوا على الفوتو ستريم. هلا عم نروح على الفوتو ستريمز وهيدي البروفايل عندي اياها. هلا بنشوف انه الصور انزادوا لهون. وهون في موضوع مهم حابه احكي عنه اللي هو خاصه بفليكر اللي هو كرييتيف كومنتس. نحن ولا مره حكينا عنه. هالصور اللي عم تنحط مين بيملكها؟ اوكي وهون فليكر في شغله حلوه انه سامحين لشخص هو يقرر يعني اذا برايفسي يعني تقولي اذا الصور ممنوع حدا يستعملهم ولا في حدا ياخذهم على الانترنت. هيدا شيء اسمه كرييتيف كومنتس. بس تحط الصوره هلا بس تفتح صفحه بنشوفها سوا. بننقي لايسنس. لايسنس يعني اذا قررنا نحط كوبي رايت يعني ما حدا في ياخذ الصوره. اوكي بس اذا حطينا كرييتيف كومنتس يعني عم نسمح للعالم ياخذوا الصوره بس بيقولوا انه انا هالصوره اخذتها من فليكر من هاللينك من معين. وين هيدي المفروض تكون مبينه؟ هيدي هلا بس نفوت على الصوره وتعمل لود بنشوفها سوا. بس دغري يعني اذا ما لحقنا نعملها بيكون مكتوب لايسنس دغري بتبين بس حتى المشاهدين يفهموا شو هي. كوبي رايت يعني ممنوع حدا ياخذ صوره حصري لهم حصري. وكرييتيف كومنز يعني هاي لشخص في ياخذهم بس بحط لينك انه من وين ماخوذه. أوكي. يعني هي بتصير مثل نوع من الدعايه يعني. مزبوط. فهيك هيدا فليكر الجديد. حلو مثل ما شفنا. انا صراحه حبيت. هلا كمان بيكون عندك اصحاب يو شير انت وياهم البيكتشرز بيعملوا لك تاج كمان يعني نفس الكونسبت اللي كنا عم نحكي عنه بانستغرام 100% بس يعني مطور اكثر لانه انستغرام بس على التليفون. فليكر هون يعني فيك تاخذي وقت تطلعي صور مشغولين اكثر على فوتوشوب يعني انستغرام صوره لقطيها بتليفوني. قصدك يعني على فليكر بنقدر نقلهم من الكمبيوتر نقدر إيه. من حال لمحل بقدر يعني متطور اكثر للاشخاص اللي بيحبوا الفوتوغرافي كثير. اوكي انا بدي اتشكرك ميرسي كمان. انا دائما على فكره بستفيد منك لانه انا ما كثير شاطره بالانترنت وباجواء التكنولوجيا يعني ما عم نتعلم سوا يعني. انا اليوم اكتشفت فكر جديد كمان. حلو حلو كثير. على كل حال لكل الاشخاص اللي بدهم يعرفوا فيهم يفوتوا ويجربوا فليكر وهن بيقرروا اذا حبوه ام لا. بتشكرك مايا. رح نتوقف عن فاصل اعلاني ومن بعدها عند الشيف شادي ورشيد ملح.